يسعد صباحكم جميعا. الشكر الجزيل لهيئة التميز والإبداع وأكيد للرابطة السورية لعلم الإمراض. كما فهمت من الأستاذ إياد أنه الأمراض أم الإمراض علم الإمراض، لأنه هو من الإمراضية والتسبب بالأمراض. بعد هذه الوجبة الدسمة من المحاضرات واللي كانت بصورة أساسية حول البيزكس، أتمنى أنه ما تعتبروا محاضرتي أنه هي زيادة تخمة بكل المعلومات وإنما هي ديزرت، فبتمنى أنه تكون هيك. رح نحكي شوي عن التطبيقات وحنحكي شوي عن الكلينيكال إمبليمنتيشن لكل هالمعلومات اللي السادة الأساتذة زملائي قدموا لإلى، وإن شاء الله يكونوا يسروا علي المهمة. إذن محاضرتي لليوم بعنوان علم الوراثيات الدوائي. أنا سمعت يمين يسار، ما عم ينقل؟ لليمين؟ طيب اوكي. نظره سريعه على الطب التقليدي او التراديشنال ميديسن اللي استمرت البشريه باتباعه لقرون عديده. بالطب التقليدي نحن متمركزين حول المرض، كل المرضى على اختلافاتهم هن معهم نفس المرض وبالتالي بيعطوا نفس العلاج، اذا هي وان تريتمنت لوان ديزيز رغم الاختلافات اللي عم نحكي عنها. هلا المبادئ الأساسية بالطب الحديث أو الطب الشخصاني أو الفرداني هو أنه أن ننظر لكل مريض على أنه هو يونيك، على أنه هو فرد مختلف عن باقي الأفراد. مثل ما أننا شايفين نحن هون عم نشوف مجموعات من الأفراد، وهؤلاء الأفراد مختلفون من حيث الجنس، من حيث العمر، وأيضاً من حيث على سبيل المثال الدايت، من حيث التركيبة الجينية، ومن حيث أيضاً الفينوتايب أو النمط الظاهري. عم بحكي عن الدايت ليس فقط لأنه نحن بهمنا كثير أحياناً أنه الدايت ممكن يأثر على مثلاً على سبيل المثال يعمل تدخلات دوائية ويأثر على الاستجابة عند المريض، لكن مثل ما شفنا قبل بشوي بالإبيجينيتكس الدايت أيضاً يمكن له أن يلعب دوراً مهماً في الانتقاء في السلكشن في بعض الأحيان، وقت اللي منقول هذه السنب على سبيل المثال منتشرة في بوبوليشن وغير منتشرة في بوبوليشن آخر، أحياناً بيئة الأفراد لجمهرة سكانية معينة تؤدي إلى ذلك، وأيضاً الدايت يلعب دور مهم جداً في الأبيجينيتكس. نحن أيضاً عندما نكبر بالعمر، عندما نشيخ، على الرغم من أنه تركيبتنا الجينية ذاتها، ولكن نحن نستجيب بطريقة مختلفة أيضاً للأدوية، ونستجيب أيضاً للكثير من المعطيات فيما حولنا. بالتالي الفرضية اللي كانت سائدة بالطب التقليدي واللي بتقول انه هو one size fits all انهارت، وحل محلها فرضية جديدة يعني هلا نحن بنقول متمركزين حولها انه هو one size doesn't fit all at all. بعض الملاحظات، نحن نعتقد ونثق بانه اي دواء يصل الى السوق، الى سوق الدواء ويصبح بمتناولنا، نعتقد بانه هو مر بالعديد من التجارب in vitro إن فيفو ومن ثم تجارب سريرية. والتجارب السريرية هي تجارب تسعى نحو الكمال، وسعي الشديد نحو الكمال يوقعنا في المشاكل، لأنه سعي نحو الكمال يضعنا في شروط هي لا تشبه العالم الحقيقي. وأيضاً معظم هذه التجارب تتم في بلدان ذات تركيبة سكانية قد تكون مختلفة جداً عن التركيبة السكانية لمرضى على سبيل المثال في أفريقيا أو بأمريكا الجنوبية أو في الشرق الأوسط، وبالتالي نحن نتلقى أدوية مصنعة ومجازة حتى من قبل الـ FDA على أمل بأنه هي ستشفي وستحسن من حالة المرضى. لكن بنظرة سريعة إلى هذه الإحصائية نجد
بأنه نحن أمام ظاهرة اسمها non-responders، يعني في كل مرض من الأمراض في عنا نسبة قد تكون كبيرة جداً وقد تكون أكبر حتى مما نتوقع من الأفراد الذين سيتناولون دواء مجاز سواء من الـ FDA أو الـ EMA ولكن لا يستجيبون له. على سبيل المثال المرضى الذين يتلقون أدوية مضادة للاكتئاب 38% منهم لن يستجيبوا. الأمر مشابه جداً بالنسبة لمرضى الربو، بالنسبة لمرضى السكري، عم نشوف حتى هذه النسبة تزداد لتصل إلى 50% للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل. عندما ندخل حيز الزهايمرز ديزيز بنوصل ل 70% غير مستجيبين على الأدوية، وأيضاً نعلم تماماً التحدي الأكبر اللي هو الخبثات والسرطانات التي تصل نسبة عدم الاستجابة على دواء معين قد تصل إلى 75%. إذن نشأ مفهوم آخر هو الطب الشخصاني أو الطب الفرداني اللي هو individualized or personalized medicine، واللي هو ينظر لنا على أنه نحن أفراد، كل واحد منا فريد من نوعه بتركيبته الجينية وبالعوامل اللاجينية أيضاً التي يحيا بمحيطه. إذن نحن نمتلك جينات مختلفة، لدينا تركيبة بجسمنا مختلفة، منسب الشحوم أو منسب كتلة الجسم عندنا مختلف، الدايت مختلف، اللايف ستايل مختلفة، الانفايرمنت مختلفة، بمراحل عمرية مختلفة. إذن كل هذه الأشياء على الرغم من أننا نشترك بهال 23 شفع من الكروموزومات إلا أننا مختلفون للغاية. إذن بالطب الشخصاني نهدف لإعطاء الدواء المناسب للمريض المناسب أو للمريض الصحيح بالجرعة الصحيحة وبالوقت الصحيح. وكما نرى هنا ف one disease لا يعني the same drug، يعني نحن كل مريض سنعطيه ما يناسبه من الدواء وما يناسبه من الجرعة وفي الوقت الذي أيضا يلائم احتياجاته. إذن الطب الشخصاني أو الفرداني الذي أحيانا نستخدمه كinterchangeably مع الطب بالغ الدقة precision medicine، طبعا في اختلافات لسنا بصددها، لكنه الطب إذن الذي يهدف إلى شخصنة العلاج، إعطاء الدواء الصحيح للمريض الصحيح بالجرعة الصحيحة بسبيل الإيتاء الصحيح وفي الوقت الصحيح. إذن نحن هلأ عم نشوف بأنه personalized medicine بيعتمد على التكوين الجيني للمريض، لكن أذكر بأن التكوين الجيني للمريض هو لا يشكل إلا جزئية بما يتعلق بالطب الشخصاني، لأنه نحن في تغيرات في تكويننا الجيني ولكن أيضاً هناك عوامل لاجينية. يحلو لنا نحن الصيادلة السريريون أن نشبه الأمر بالجبل الجليدي. بالجبل الجليدي لدينا جزء طافي، هذا الجزء الطافي هو اللي كل طبيب ممارس هو ما يتوفر لديك على سبيل المثال من مهارات استجواب للمريض، من مثلا نتائج مخبرية، من تصوير شعاعي، هناك الكثير. لكن المشكلة في التركيبة الجينية بأنها تمثل جسم هذا الجبل الجليدي اللي هو تحت المي واللي عادة نحن لا نلحظه ولا نتفاعل بطريقة صحيحة تجاه مريضنا بناء على تكوينه الجيني. إذن ما هو الطب الدقيق؟ الطب الدقيق هو تلك الممارسات أو العلاجات التي تستهدف احتياجات كل مريض على حدة بناء على خصائص، هذه الخصائص هي جينية، بناء على مواسمات حيوية، على نمط شكلاني لنقل، وحتى على البنية لنقل. وأنا أمام الدكتور يوسف، ليس كل المرضى، أكبر سبب لفشل أي معالج هو مريضك، إذا لم يتعاون مريضك معك فأي دواء مهما تكون الشركة المصنعة له ومهما تكون نتائج الدراسات السريرية سيؤدي إلى فشل ذريع. إذن نحن أمام ليس المفهوم السائد والذي يقول بأن هناك نفس الدواء لكل المرضى بمعنى نفس الطقم اللي شفناه وقت اللي لبسوه مرضى مختلفين ما كان مناسب على الإطلاق. الكلمة اللي كتير جميلة اللي بحبها بما يتعلق بالprecision medicine هي التيلورينج، والتيلورينج هو التفصيل، يعني هو الخياط. إذا نحن هلأ خياطون إلى حد ما، نصمم المعالجة بناء على خصائص كل مريض على حدة. هناك حقائق ينبغي أن نعيها وأن نفهمها. أولاً عند النظر لأي مرض هناك تباينات ندعوها تباينات بين الأفراد، يعني لدينا ما ندعوه inter-patient variations. نحن في هذه القاعة
نمتلك نفس الصبغيات اللي حكى عنها الدكتور مروان ومتشابهون للغاية، صحيح، ولكن أيضا متباينون للغاية. إذن هناك اختلافات بين الأفراد، وهناك اختلافات أحيانا ضمن الفرد ذات نفسه. يعني على سبيل المثال عندما نتحدث عن ورم ما، هذا الورم قد يكون متغاير للغاية، الخلايا المكونة له قد تكون متغايرة للغاية، البعض قد يستجيب لمعالجة كيميائية والبعض قد لا يستجيب. طيب الفارماكوجينيتكس بماذا يعنى؟ يعنى بالتغايرية بين الأفراد أم التغايرية ضمن الفرد ذات نفسه؟ هذا اللي بدنا نحكي عنه هلأ. أنا بس لقلكم بأنه موضوع الطب الدقيق هو ليس ترف وليس خيال علمي، تمام، وليس أمر مستقبلي، وإنما نجد حالياً أن العديد من الشركات، من كبريات الشركات الدوائية على سبيل المثال نوفارتس، فايزر إلى آخره، هي شركات منخرطة في سوق عالمي كبير جداً له علاقة وثيقة بالبريسيشن ميديسن. ايضا هناك بعض المعطيات لنشوف نحن بين 2015، تمام، قديش اللي بريدكت بيرسونلايز ميديسن سيلز، عم نشوف كانت حوالي ال 94 بليون دولار بالسنه 2015، نما هذا السوق الى ال 178 بليون دولار في عام 2022. موضوع مهم جدا لازم ناخذه بعين الاعتبار، واللي حكى عنه الدكتور شادي، بأنه نحن وقت اللي انتهينا من مشروع الجينوم البشري اعتقدنا بأنه، أنا كنت لساتني طالبة الدكتوراه في ذلك الحين، اعتقدنا بأنه كل الأمور انحلت بالنسبة لنا، نحن خلص عرفنا شو هي السلسلة أو شو هو تسلسلنا الجيني. لكن صراحة تلك كانت البداية. لمعلوماتكم بال2001 عندما تم سلسلة أو فك الشفرة كاملة للجينوم البشري، كانت التكلفة تفيض أو تزيد عن 3 بليون دولار. نحن كل ما لنا هلأ عم نعيش بعصر أنه نحن قادرين على سلسلة جينومنا كل فرد منا، والتكلفة الآن هي أقل حتى من 1000 دولار. هي مو متوفرة بسوريا للأسف، ولكن هي موجودة في العالم، وجميعنا نعلم أقرباؤنا في الخارج أرسلوا الدي إن إيه لإلهم وعرفوا شو تركيبتهم الجينية وعرفوا شو هي الأمراض حتى اللي هن أكثر عرضة لإلها، ومستقبلاً شو هي الأدوية التي سيكونون مستجيبين لإلها أو غير مستجيبين لإلها، أو الأدوية التي ستؤدي إلى تأثيرات ضارة أم لا لديهم. إذن بالنسبة لإلنا نحن هلأ عم نطلع هون على مرضى سرطان كولون على سبيل المثال، عم نشوف بأنه الكل نعتقد بأنه لديهم المرض ذاته اللي هو الكولون كانسر، ولكن هن مختلفين. وحالياً أنا وقت اللي عم بحكي فارماكوجينيتكس، فأنا عم بحكي عن واحدة من الأدوات التي تمكننا من معرفة الاختلافات بين هؤلاء الأفراد، ليس على مستوى ورمهم فحسب، وإنما على مستوى كيفية تعامل جسدهم مع الأدوية. وبالتالي نحن هلأ رح نفرق بين شيء اسمه السوماتيك، ما هيك، اللي هلأ نحكى عنه، اللي هو له علاقة بالخلايا الجسمية، والخلايا الجسمية هي التي تطرأ عليها الطفرات المؤدية إلى السرطان على سبيل المثال. وهناك أيضا وراثة تأتينا عبر الأعراس من الأبوين، وهذا هو لب حديثي لليوم. إذا نحن نرى هنا طيور، هذه الطيور تبدو لنا متشابهة جدا ولكنها مختلفة جدا، صح؟ هلا هذه الظاهرة تدعى ظاهرة البوليمورفيزم. هل يمكن القول بأن أي طير من هذه الطيور هو خطأ طبيعة؟ لا يوجد خطأ. البوليمورفيزم هو مصطلح مكون من شقين، البولي هو التعدد والمورفيزم هو الشكلي، لكن تعدد شكلي على مستوى الجينات. يعني نحن لازم نفرق بين شيء اسمه فينوتايب وبين شيء اسمه بوليمورفيزم. إذا نحن متعددين جدا. هلا الفينوتايب أحيانا قد يكون ظاهر كما يبدو لنا الآن، لكن عندما أقول على سبيل المثال لأحدكم بأنه ما مستويات التعبير لديك عن أنزيم معين أو مستقبل معين، هذا ليس جوابا سهلا يمكننا رؤيته بالعين المجردة، وهذا يتطلب منا الاختبارات التي نعمل عليها لتحديد البوليمورفيزم الذي تحمله. طبعا هذا السلايد شفتوه من قبل عند الدكتور شادي، واللي ذكر لنا فيه أنه أوكي شو هي المعطيات التي أدت إلى ظهور الطب الشخصاني واعتمادنا على الفارماكوجينيتكس. مثل ما حكى أنه نحن بال2003 كان في عندنا الهيومن جينوم بروجكت انفورميشن حصلنا عليها، لكن هناك تطورات لحقت. إذن أنا عندي بيج ديتا نشأت بالأساس من الهيومن جينوم بروجكت،
تلاها الكثير من الأوميكس اللي ولدت بيج داتا وهيوج داتا، مثل على سبيل المثال للترانسكريبتوميكس والبروتيوميكس و إلى آخره. إذا نحن أمام الآن انفجار بالمعلومات حول تركيبتنا، كل منا هو معجزة، مثل ما هلأ نحن شفنا على مستوى الكون هذه الصور الخارقة التي التقطت للكون، ولكن نحن أيضا على مستوى كل فرد منا هناك حقيقة الكثير من الألغاز التي نسعى لحلها. هلأ بعد ما تم هذا الشيء، في مشروع آخر اسمه مشروع The 1000 Genomes Project. هلأ هذا المشروع شو قال؟ هذا المشروع بنى على حقيقة أننا متغيرون، أننا مختلفون. بالتالي عندما سلسلنا الجينوم البشري للمرة الأولى، تمام، حصلنا على معلومات، لكن هذه المعلومات لم تعطينا الاختلافات بيننا. في هذا المشروع سعى الباحثون الذين انضوا تحت كونسورتيوم دولي كبير إلى سلسلة أعتقد 2000 الجينوم ل 2600 أو 2500 فرد من 26 different population، تمام؟ وقالوا يا ترى شو الفروقات بين إذن مجين ومجين، بين جينوم وجينوم، وبين السكان وبين الإثنيات المختلفة. إذن هذا هو اللي عم نشوفه، بأنه هو التايم لاين لإله كان بين 2000 لل 2016، ومثل ما أننا شايفين بدايته كانت تقريبا تتقاطع مع نهاية البروجكت الأول. الشيء اللي حابة بس لكم ياه، واللي هو بيخلي يقول أنه نحن ليش عم نعمل فارماكوجينيتكس بسوريا، مثل ما نكون شايفين إذا نحن عم نشوف بابوليشنز مختلفة، أعتقد بأنه هي 26، ومثل ما أننا ملاحظين الديف في تباينية وتغايرية بالبابوليشنز حول العالم. إذا كل لون من هذه الألوان يعطيني أنه نحن متغيرين. أنا هلأ في الشرق الأوسط لا أعلم حقيقة الأمر، يعني لذلك أنا دائما أتحدث عن التعصب، ألا نتعصب، لأنه لا أحد فينا يعلم ماذا يوجد تحت جلده ولا في نواته ولا مادته الوراثية ماذا ستنبئ عن أصله وفصله. إذا عم نشوف بأنه نحن مختلفين جدا عن بعضنا كpopulations. بس لمعلوماتكم حنحكي على الفاريانس، يعني التنويعات. أنا هون ما عم بحكي عن mutations، أنا عم بحكي عن تنويعات بينات بعضنا البعض. يقال بأنه هناك أكثر بناء على هذا المشروع أكثر من 88 مليون variants، تمام، 84.7 منهم هن عبارة عن SNP، عن single nucleotide polymorphism، يعني عن تغير بنوكليوتايد واحد. هلا رح نشوف إديش هذا مهم. لدينا أيضا ضمن التنويعات 3,600,000,000,000 إذا short insertion deletion اللي نحن راح نوضحهم ونقول دائما إذا بتشوفوا هذا الاختصار اللي هو الindels. الindels هي insertions or deletions. أيضا في عنا 60,000 structural variants، تمام، ونحن عم نشوف هلا إنه نحن عم نبني خارطة عالمية. هذه الخارطة العالمية هي لشيء اسمه الهابلوتايب. إذا لا يكفي فقط إني أنا أقول السنب الفلاني، وإنما أنا لازم أقول الهابلوتايب، ومن ثم الديبلوتايب اللي هو بناخذ اذا نحن كل كروموزوم عندنا نسختين منه. اذا طيب نحن هلا كيف بدنا نفسر او كيف بدنا نشتغل على ارض الواقع؟ حاليا الموضوع يبدا عند الطبيب. الطبيب هو من سيطلب القيام بفحص ندعوه بفحص فارماكوجينيتك، تمام. اذا انا بحاجه لعالج مريض معين، فانا بحاجه لاعرف تركيبته الجينيه، فانا طلبت فحوصات. هذه الفحوصات اذا تتطلب عينة، هذه العينة ممكن تكون بسيطة، ممكن تكون البيوكال سيلز اذا من باطن الشدق، تمام، اذا من الفم، او ممكن تكون عينة دم. وعينة الدم مهم جدا اني انا اقول طيب ليش ما باخذ عينة من السرطان على سبيل المثال برايكم؟ يعني ليش عم اقول انا بالفارماكوجينيتكس الامور اسهل بما يتعلق بالاعتيان، تمام؟ مثل ما بيعرف الأستاذ يحيى الشمالي السرطان بأنه بيقول عنه دائما بأنه هو genetic instability. صراحة في فروقات برزت وقت اللي أنت بتاخذ عينة لتعمل pharmacogenetic testing من عينة السرطان اللي خضعت لكثير من التطفر، وبين أنك أنت تاخذ عينة من جيناتك أو من الـ DNA أنت اللي هو عائد لأي خلية طبيعية في جسمك، تمام؟ فأنا أفضل دائما، لأن إحنا هلأ حنحكي بأنه معظم هذا الـ DNA هو رح يكون لجينات، وهذه الجينات تؤثر في الفارماكوكاينيتكس والفارماكوديناميكس لجسمنا. طيب بعتناه للمختبر،
صار في تحليل للعينة وحصلت على معلومات تمام. بالنسبة لي في دور للطبيب وفي دور للصيدلاني السريري بقراءة هذه النتائج ومن ثم إعطاء أو تطوير خطة مشتركة بين الطبيب والصيدلاني السريري والمريض وصولا إلى خطة علاجية محكمة تمام تأخذ بعين الاعتبار خصائص هذا المريض. طبعا أنا ما بدي فوت كتير بقصص، ولكن كيف بعرف إنه والله هذه السنب مهمة أم لا مع هذا العدد المهول اللي وصل ل 88 تقريبا مليون سنب؟ صراحة في مشروع آخر هو مشروع الجينوم وايد أسوسيشن ستاديز اللي هو بيعتمد على أني أنا أدرس سنب معين بين أشخاص أصحاء وبين أشخاص مرضى تمام، وشوف أنه تواتر هذا السنب قديش، وبناء عليه ببني شيء بسموه خريطة منهاتن لأنه بتشبه إلى حد كتير كبير ناطحات السحاب بمنهاتن، وبحدد أنا الجينات اللي كتير أو لنقل السنبس اللي كتير محتمل أنه تكون هي منبئة أو ممكنة لإلي بالتنبؤ بمرض معين. إذن بين السوماتيك وبين الجيرم لاين ميوتيشنز، صحيح أنه السوماتيك مهمة جدا بالنسبة لإلنا، لا أيضا لشخصنة الدواء، ولكن بما يتعلق بالفارماكوجينيتكس فأنا عم بحكي عن جيرم لاين ما عم بحكي عن سوماتيك. إذن شو هي السنجل نيكليوتايد بوليمورفيزم؟ هي برجع وبقول تنويعة. هلأ الدكتور مروان قال طفرة، طب أوكي أنا رح سميها طفرة لأنه هي بتنطبق عليها معايير الطفرة، بأنه أنا في عندي استبدال بنيكليوتايد بنيكليوتايد، لكن ليش لحتى سميها بوليمورفيزم ما سميها ميوتيشن؟ في عنا معيار مهم جدا، إذا هو تنويعة بأحد الأسس النيكليوتيدية يحصل في موقع محدد من المجين. أهم ما يميز السنب عن الطفرة هو انتشاره، لحتى سميه بوليمورفيزم لازم يكون موجود بجمهرة سكانية بنسبة تفوق 1%. إذا ما كان بنسبة تفوق 1% أنا ما بسميه تعدد شكلي، برجع لتعريف الطفرة تمام؟ هلا هون مثل ما احنا شايفين انه نحن عم نتطلع هلا على مجموعه من الكروموزومات، ومجموعه هالكروموزومات هي عم نلاحظ بانه في مواقع معروفه ومحدده لحصول هالسنب هي، ونحن بندرسها وبناء عليه شيئا فشيئا انا بعطي هويه لمريضي وبقول انه هذا المريض اما بيمتلك الوايلد تايب مثل ما ذكرنا واللي هو غالبيتنا بتمتلكه تمام، او هو ينتمي الى بسميها minorities أو أقليات. هذه الأقليات قد تؤدي لسنب عندها إلى على سبيل المثال فعالية فائقة لأنزيم أو فعالية منخفضة أو فعالية مفقودة تماما. أستاذ تجاوزنا الوقت. طيب أنا بالنسبة لي هاد كلياته بما أنه انحكى سابقا وقت حكينا عن الميوتيشنز وإلى آخره، إذا إما أن يكون ضمن الجينات أو خارج الجينات، إما أن يكون بعناصر تنظيمية للجين والتعبير عنه، أو أن يؤدي على سبيل المثال إلى تغير في حمض أميني، إلى تغير في وظيفة، أو لا يؤدي إلى ذلك. هلا أهم ما يعني بالنسبة لنا نتذكر بأنه السنبس التي تهمنا ضمن كل هذه الملايين بالغالب هي سنبات تقع ضمن جينات. هذه الجينات هي ترمز إما لبروتينات مهمة جداً بالفارماكوكاينيتكس أو مهمة جداً بالفارماكوداينامكس، وأهم ما فيها هي الميتابوليزم ضمن الآدمي اللي هو absorption, distribution, metabolism وelimination. إذن فهمنا لازم يكون واضح للأدوية وللفارماكوكاينيتكس، ولازم نفكر بأنه هذه السنبس قد تؤدي إلى تغيرات في المستويات المصلية للأدوية، تؤدي إلى إما سب ثيرابيوتيك أو أن تؤدي إلى ما يشبه الأوفر دوز. هلأ أنا ما بدي أحكيهم لهدول، ولكن أنا رح شير فقط لمشاريعنا اللي أتميناها من آخر لقاء كان لنا اللي هو بال 2019 واللي بتتضمن على سبيل المثال CYP2D6 والCYP2C9. إذن ما نحن نحكي كل هذا الحكي اللي هو موجود على صفحة الـ FDA واللي بيقول لي شو هي حالياً توصيات الـ FDA بأي أدوية، أي أدوية لازم أنا حتماً أجري لإلى فحص جيني وحدد مريضي حيستجيب أو ما حيستجيب أو حتظهر عنده تأثيرات ضارة أم لا. إذن الفارماكوجينيتكس بتعيني بتحديد جرعة الدواء، بتقلي إنه هذا المريض سيستجيب أم لن يستجيب، هل ستظهر عنده تأثيرات ضارة أم لا، وحالياً هذه هي النظرة العامة تمام للاختصاصات الطبية وما هي أهم أهداف الفارماكوجينيتكس فيها، وهذا يمكن بيهم العديد من السادة الأطباء الموجودين هون. هلا أنا كل هذا رح أمشي فيه على السريع، اللي بدي أقوله فقط سريعاً إنه نحن شو هي مشاريعنا.
أنا حكي على المشاريع المنجزة من 2019 حتى الآن. أول مشروع بدلشنا فيه هو مشروع الوارفرين أو الوارفرين بروجكت اللي هو استهدف جينتين اللي هي CYP2C9 والVKRC1 تمام؟ واحدة هي تمثل فارماكوكاينيتكس ومستويات الوارفرين في الدم والثانية بتمثل الهدف الجزيئي للوارفرين. اللي قام بهذا المشروع طالبة دكتوراه حالياً هي حاملة للدكتوراه هي ويان ديبان وطالبة ماجستير هي يارا الطويل. كمان ما حنحكي بكل هذه الأمور لكن نحن حددنا هلأ بنقدر نقول ما هي تركيبتنا سكانياً تمام ما هو تواتر هذه السنبس اللي موجودة عندنا وقلنا مين المرضى اللي رح يكون عندهم الجرعة الاعتيادية من الوارفرين هي جرعة قد تكون سامة وقد تؤدي إلى نزوف ونزوف خطيرة. أيضاً المشروع الآخر هو التاموكسفين والتاموكسفين هو عبارة عن برودراغ لابد أن يستقلب في الجسم ليتحول إلى إندوكسفين والإندوكسفين هو الدواء اللي بيعطي الفعالية. أيضاً كان عندنا بروجكت اشتركوا فيه 3 طالبات ماجستير هنين لانا الصالحي ورود إسماعيل الخليل وسارة الرجال وأيضاً تمكننا من تحديد نسبة من المريضات اللي كان يفترض ألا يعطينا التاموكسفين لأنهم ما حيستجيبوا على الإطلاق. إذن نحن بحاجة ماسة للإمبليمنتيشن لهذه الاختبارات ونحن هون عم نوجه رسالة لكم إنه نحن قادرين على إنجاز هذا الشيء تمام؟ إذن أيضاً هذا الحكي كلياته بس أنا رح أقول إنه المريضات الحاملين لنسختين من القليل 4 مثل ما أنكم ملاحظين البقية عندهم كانت بقية قصيرة للغاية لم تتجاوز 36 شهر بالمقابل المريضات اللي ما كانوا حاملين لهذا السنب استمر الغالبية العظمى منهم إلى ما بعد 60 شهراً. أيضاً في عندنا مشروع عيني بحث اللي هو له علاقة بشيء اسمه التنكس البقعي تمام اللي بيحدث عند الكبار بالعمر. هلا هذا مرض أولاً يمكن التنبؤ من هو على استعداد الإصابة به وأيضاً عند معالجته فنحن بحاجة للعلاج بمونوكلونال أنتيبادي اسمه البيفاسيزوماب. ايضا في عندنا طالبه هي لبنى سفر قامت بهذا المشروع وحددت قديش انتشار القليل الخطوره تمام قارنت بين اصحاء وبين مرضى مصابين تمام وقالت ايضا انه في عندنا مثل ما احنا شايفين هون قالت انه الناس المصابين بالاي ام دي لديهم نسبه اعلى بكثير من قليل الخطوره مقابل الاصحاء ومو بس هيك قالت لنا انه ايضا اطباء العينيه احيانا عم يعطوا البيفاسيزوماب لمرضى لن يستجيبوا لهذا الدواء على الإطلاق. إذن نسبة قليل الخطورة الذي يعني قليل عدم الاستجابة هو أعلى والأد ريشيو عنا هو يقارب 10 فكان من الأساس باختبار بسيط مثل هذا الاختبار كنت وفرت على المريض هذا الإحساس بالفروستريشن وفرت بعرف أنه البيفازيزوماب كتير غالي وفي عديد من الجرعات اللي هي لن تفيد على الإطلاق. ايضا عندنا الكلوبيدوغريل بروجكت اللي عم بتقوم استاذ تجاوزنا 10 دقائق الوقت اوكي ايضا هو برودراغ وايضا نحن كمان بس هيك شغله بسيطه لكم اياها بانه حاليا البراكتس عند اطباء القلبيه لاي شخص اجوا لقوا لمريض على سبيل المثال قسطره تداخليه هو اعطاء الديوال انتي بليتلت ثيرابي وواحده من الركائز بالديوال انتي بليتلت ثيرابي هي الكلوبيدوغريل. للاسف الشديد هن عم ياخذوا بعين الاعتبار انه ماذا لو كان الدواء الوطني لا يحتوي كميه كافيه من الكلوبيدوغريل او ماذا لو تناول المريض على سبيل المثال اوميبرازول مع الكلوبيدوغريل فهن عم يضاعفوا الجرعه اوتوماتيكيا عم يعطوا 150 ملي جرام بصوره اوتوماتيكيه تمام اللي وجدناه نحن انه معظم الشعب السوري عنده الطفره اللي بتؤدي الى مستويات سميه من الكلوبيدوغريل وبالتالي هن اكثر عرضه للاصابه بالنزف نتيجه مضاعفه هذه الجرعه تمام نامل انه ما تكون الادويه مثل ما عم نقرا على اللصاقه والا كان في عندنا كارثه. اخيرا في عندنا مشروع ايضا عن الستاتين انديوس مايوباثي بروجكت عم تقوم فيه ثريا الريان هو لا يزال عم يعمل ريكروتمنت حاليا. واخيرا انا ما حاحكي على اي مشروع من المشاريع اللي هو نحن هلا مبلشين وعم نشغل هدول مشاريع شبه انجزت. ايضا يمكن ما بعرف امبارح او اليوم عطى الدكتور موسى العلي اللي هو كان واحد من المشاريع اللي هي تشاركيه بين الطب وبين الصيدله ايضا عم يشتغل على تاثير التعدد الشكلي بجين المرمز للسي واي بي 2 دي 6 بالسميه والتاثيرات الضاره لدى مرضى سرطان الرئه غير صغير الخلايا اللي عم يتلقوا جيفيتينيب. وانا هيك بكون خلصت. يسلم.
شكرا استاذي لما على المحاضره القيمه على الدوسير اللي حكيتي عليه.